بكم مشاهدينا واهلا وسهلا فيكم بجابردي المحك، برنامج المعلومات والثقافه على الام بي سي. مثل ما صرتوا تعرفوا بهالبرنامج قوانين المسابقه مختلفه ولكن بسيطه، رح نعطيكم الجواب وعليكم تلاقوا السؤال. المشتركين معنا بهالحلقه بيعرفوا قوانين البرنامج منيح لانهم تميزوا بحلقات جابردي السابقه ومعلوماتهم القويه مكنتهم من الربح. عم نستقبل اليوم المشتركين الثلاثه يلي جمعوا اعلى رصيد بالحلقات التسع الماضيه وتميزوا بمعلوماتهم طبعا. المنافسة أكيد رح تكون على أشدة، وهالمرة كمان رح يعتمدوا على معلوماتهم ليصيغوا السؤال المناسب بالمكان المناسب، ولكن ما رح يجاسفوا على نفس القيمة لأنه قيمة كل دليل بهالحلقة زادت لبل تضاعفت نسبة للقيمة الاعتيادية. الدلائل أو الأجوبة موزعة خلفي على الشاشة. كل جواب هو عمليا دليل، على المشتركين تحليل هالدليل وإيجاد السؤال. فمثلا الدليل هو هي العملة المتداول بها في دول الاتحاد الأوروبي. الإجابة الصحيحة لازم تكون بصيغة السؤال وعلى الشكل التالي: ما هو اليورو؟ كالعادة لدينا بكل حلقة أربع جولات، وبكل حلقة عندنا 81 دليل، يعني 81 سؤال تتضاعف قيمتهم بكل جولة. وقبل ما نبدأ نتذكر سوا كيف كان أداء المشتركين بالحلقات الماضية. سهيل شاكر من الأردن، تجربتي بالحلقة الماضية كانت كويسة وكانت انترستينج وفيها حماس وفيها تحدي. ربحت 60,000 ريال بالحلقة الماضية، بصراحة ما كنتش متوقع إني أفوز، بس الحمد لله فزت وهيني السكند راوند. محمد يحيى زهني من مصر، اشتركت في حلقة من حلقات البرنامج وكسبت. التجربة طبعا في البداية كانت مربكة بالنسبة لي أو سببت لي بعض التوتر، انما مع التعود ومع الجو الحلقه نفسه وابتديت ادخل في مود اللعب يعني، وفي الاخر ربحت 38,000 ريال. فؤاد بشير عكيله من الاردن، بالنسبه لي التجربه كانت فريده، الحلقه تبعتي كانت فيها يعني نسبه عاليه من المنافسه، المبلغ اللي وصلت له بالاخر كان 63,600 ريال. طبيعه المنافسين بالحلقه كانت كثير متقاربه المستويات، فبالتالي كانت المنافسه للحظه الاخيره لان حسمت الحلقه. الحلقة الماضية ما جازفت كثير، كنت حذر وكنت بحاول افهم الداينامكس تبعت اللعبة. المرة هاي على الاغلب راح الواحد يجازف اكثر وصار فاهم كيف اللعبة بتمشي، بس برضه بتعتمد على قديش احنا قرابة بعض كمتنافسين في السكور. انا بطبيعتي انسان متوتر لاي ظرف من ظروف، لاني داخل النهايات حاسس كاني لسه داخل برنامج الاول. هلا انا مرتاح اكثر من المرة الماضية، رغم انه هاي المره المنافسين اقوياء، بس انا بالنسبه لي بعتبر مجرد ان انا موجود في هاي المرحله هدف حد ذاته انجاز. الان الموجودين كلهم ناس على مستوى عالي من المعرفه وعندهم خبره صار في البرنامج، كلنا بنتقاسم نفس الخبره ونفس المعرفه، واعتقد انه المنافسه حتكون اعلى، واعتقد انه طبيعه الحلقه حتكون اكثر تنافسا واكثر اثاره. لقيت ان افضل حاجه تقلل توتري ان انا اقرا في كتاب، بحيث ان انا ابقى جاهز ذهنيا ان انا ادخل في المعترك. إن الواحد يستعد لهي الحلقة بالذات أو لحلقة قبل كتير يعني صعب، فبالتالي يعني أنا داخل الحلقة هاي وعندي أعصابي مرتاحة أكثر وعندي إصرار أكثر على الفوز. أنا هلأ طبعاً داخل وعندي متوتر، بس التوتر بالنسبة لي شيء كويس لأنه أنا بعطي أحسن وبنتج أحسن لما أكون متوتر وتحت ضغط. إن شاء الله ربنا يوفق الأحسن، والأحسن فينا هو اللي يفوز. منرحب بمشاركينا الثلاثة يلي معودين على جو الاستوديو لأنه شاركوا قبل وفازوا. نحن نبدأ مع فؤاد من الأردن، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك فؤاد، كيف شعورك عندما دخلت مجددا على الاستوديو؟ والله شعور حلو أن الواحد يرجع على هالجو وعلى هالبرنامج، وبتمنى اليوم فعلا المنافسة أو أكيد المنافسة حتكون اليوم أقوى وأكثر يعني حماسة وأكثر مستوى. عم توعدنا بحلقة شيقة إن شاء الله. جهزت نفسك؟ الواحد بيتحضر زيادة لهيك حلقة؟ يعني هو البرنامج بيحكي عن كل انواع العلوم، كل انواع المعرفه، فبالتالي مش من السهل انك تستعد، بس على الاقل تستعد نفسيا. نتمنى له كل التوفيق وبنشجعه لفؤاد مشتركنا من الاردن. محمد اهلا وسهلا فيك. اهلا بيك. شعورك من بعد غياب ومن بعد الحلقه الاولى، كيف الواحد بيدخل على جو منافسه مع مشتركين فازوا مثله؟ كاني داخل لاول مره، يعني كاني نفس التوتر بتاع الحلقه الاولى، رغم ان انا عارف قوانين اللعبة المرة دي، لكن في ظل هذه المنافسة القوية ف
متوتر زي اول مره بالظبط. محمد رح اسالك نفس السؤال اللي سالته لفؤاد، هل واحد بيستعد بطريقه مختلفه عندما يعرف انه في مشتركين اقوياء؟ يعني هي نفس الاسلوب، شويه معلومات بحاول استرجعها في دماغي بحيث ان انا اختبر ذاكرتي، وربنا هو المعيد. بتمنى له كل التوفيق لمحمد مشتركنا من مصر، اهلا وسهلا فيك وبالتوفيق. سهيل كمان من الاردن، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. كيف هالحلقه مقارنه مع الحلقه الاولى اللي فزت فيها؟ بتوقع هاي الحلقه تكون يعني اصعب، المنافسه فيها رح تكون احسن واعلى، وفيها يعني منافسه قريبه رح تكون. واضح الشباب يعني فازوا، فبكون المستوى مختلف هالمره. حضر نفسك؟ نفسيا، اما بالفعل معلومات صعب، شو بدي يعني كاتيجوريز كثير متعدده، فصعب الواحد يفكر يركز بالفعل، لازم يكون الواحد مجهز حاله نفسيا اكثر من انه بالزبط. يراجع معلومات اخر دقيقه. بنشجع كمان سهيل مشتركنا من الاردن، مشتركين فؤاد محمد وسهيل اصبحوا مستعدين. مشاهدينا تابعونا بعد الفاصل مع الجوله الاولى من هالحلقه من جيبردي. عودة إلى جيبردي المحك وحلقة المشتركين الفائزين السابقين، المتبارين جاهزين، ورح نبدأ فورا بالتعرف على فئات هذه الجولة الأولى. افتح يا سمسم. الفورمولا واحد أو الفورمولا ون. دول وأرقام. سوريا. الديناصورات. ليست نفايات، وهذه الفئة كل دلائلها مصورة. فؤاد محمد وسهيل، عندنا ست فئات وكل فئة فيها خمس دلائل. البداية بتكون مع المتباري إلى أقصى اليسار. سهيل محمد وفؤاد جاهزين؟ البداية معك يا سهيل، تفضل. دول وأرقام 1600 ريال. هو عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؟ فؤاد. ما هو العدد 27؟ صح. بداية معك يا فؤاد، ومنزد لك لرصيدك 1600 لأنه إجابتك كانت صحيحة، وبتختار. سوريا 800. هذه الوجهة السياحية الشعبية هي ثاني أكبر المدن السورية، وتتميز بقلعتها الأثرية من القرن العاشر. فؤاد. ما هي حلب؟ صح. سوريا 1600. هذا الموقع التراثي العالمي يحتوي على هيكل بعل، مسرح من 9 صفوف وعدد وافر من الأعمدة. ما هي بالميرا أو تدمر؟ تدمر. عرفها كان سهيل، ولكن نرجع لعند فؤاد، اختيار جديد. سوريا 2400. مرقد رأسي النبي يحيى والإمام الحسين موجود في هذا الموقع التاريخي في دمشق. فؤاد. ما هو المسجد الأموي؟ أو الجامع الأموي، إجابتك صحيحة فؤاد، بنتابع معك. سوريا 3200. هذه المدينة المشهورة بمينائها تحيي مهرجان المحبة ومهرجان الباسل. سهيل. ما هي مدينة اللاذقية؟ صح يا سهيل. دول وأرقام 2400. هو عدد البلدان التي تعتمد اللغة العربية كلغة رسمية. سهيل. ما هو العدد 23؟ خطأ. ما هو العدد 24؟ بالإضافة إلى 22 دولة عربية في عنا إريتريا وتشاد. نرجع لسهيل. دول وأرقام 3200. هو عدد الدول العربية التي يمر بها خط الاستواء. محمد. ما هو رقم واحد؟ صح، صوماليا. محمد. ليست نفايات 800. دليل مصور رح نتابعه سوا على الشاشة. إعادة تدوير طن واحد من هذه المادة يوفر استهلاك 2 طن من الخشب. سهيل. ما هو الورق؟ صح. دول وأرقام 4000. هو عدد المناطق الزمنية الموجودة في روسيا. سهيل. ما هو الرقم 9؟ صح. دول وأرقام 800. هو عدد الدول العربية الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول أو الأوبك. فؤاد.
ما هو العدد 9؟ خطأ. ما هو العدد 7؟ سهيل منتابع معك اختيار جديد. افتح يا سمسم 1600. عرض برنامج افتح يا سمسم على معظم القنوات العربية وبدأ عرضه في هذه السنة. ما هي سنة 1979؟ شو كده عم تفكر سهيل؟ 80. طيب. انتبه معك. افتح يا سمسم 2400. كانت معظم شخصيات الدمى تتطابق مع النسخة الأمريكية من البرنامج إلا نعمان وهذا الببغاء اللذين كانا فريدين في النسخة العربية. فؤاد. ما هو ملسون؟ صح. الفورمولا 1 800. فاز مايكل شوماخر ببطولة العالم هذا العدد من المرات. فؤاد. ما هو العدد 7؟ صح، إجابة صحيحة. ومنتابع كمان مع فؤاد. الفورمولا 1 1600. إنه عدد النقاط التي يحرزها صاحب المركز الأول في السباق. فؤاد. ما هو العدد 25؟ صح، إجابة صحيحة، لأنه تغير القانون سنة 2010، كانوا قبل 10 نقاط وصاروا 25. فؤاد. الفورمولا 1 2400. هو عدد السيارات التي تنطلق في بداية كل سباق. فؤاد. هو العدد 13. خطأ. ما هو العدد 26 فؤاد؟ 13 إجابتك صحيحة، ولكن 13 فريق عدد 2. الفرق يس. ولكن كل فريق عنده سيارتين. فؤاد منتابع معك. طيب نرجع لافتح يا سمسم 800. تم اقتباس فكرة برنامج افتح يا سمسم عن البرنامج التعليمي الأمريكي الذي يحمل هذا الاسم. سهيل. ما هو Open Sesame؟ ما هو برنامج Open Sesame؟ خطأ. Sesame Street. ما هو برنامج Sesame Street؟ انتهى الوقت للأسف سهيل، انتهى كمان وقتك وانتهى وقت السؤال. ما هو برنامج Sesame Street؟ إجابتك الثانية كانت صحيحة، ولكن كان الضوء انتهى وخلص الوقت. نرجع لعند فؤاد. سوري 4000. هو أطول شوارع دمشق القديمة، شيد بعيد احتلال الرومان لسوريا ويعرف حاليا باسم متحف باشا. ما هو الشارع المستقيم؟ فؤاد. فورمولا 1 3200. هو عدد حلبات الفورمولا 1 الموجودة في العالم العربي. سهيل. ما هو الرقم 2؟ صح، في البحرين وفي أبو ظبي. افتح يا سمسم 3200. بالإضافة إلى الدمى، ضم افتح يا سمسم شخصيات حية، من أبرزها هذه المعلمة التي كانت زوجة حمد النجار. سهيل. من هي فاطمة؟ صح يا سهيل. افتح يا سمسم 4000. كان إنتاج خليجي مشترك وتم تصوير المشاهد الخارجية منه في عدة بلدان، أما المشاهد الداخلية فتم تصويرها في هذا البلد الخليجي. سهيل. ما هي الكويت؟ صح يا سهيل، وبذكر برصيد سهيل 15200 وهو بالطليعة بالوقت الحاضر. فؤاد رصيده 6400 ومحمد 3200. سهيل. الديناصورات 800. انقرضت الديناصورات في هذا العصر منذ حوالي 65 مليون سنة. سهيل. ما هو العصر الجليدي أو الآيس إيج؟ خطأ. ما هو العصر الطباشيري؟ جوراسيك. سهيل. الديناصورات 1600. هو اسم أهم فيلم سينمائي عن الديناصورات، حقق حوالي 915 مليون دولار على شباك التذاكر. سهيل. ما هو فيلم جوراسيك بارك؟ أكيد. الديناصورات 2400. ديناصور يتغذى على النباتات، سمي باسمه هذا لوجود 3 قرون على رأسه، أحدها قصير عند أنفه والآخران طويلان يقعان أعلى عينيه. ما هو الترايسراتوبس؟ سهيل. ليست نفايات 1600. إعادة تدوير قارورة واحدة من هذه المادة يوفر كمية من الطاقة كافية لإنارة لمبة بقوة 100 واط لمدة 4 ساعات. ما هو الزجاج؟ سهيل. ليست نفايات 2400.
تحتاج هذه المواد المصنعة من مشتقات نفطية من 100 إلى 500 عام كي تتحلل، ما يجعل إعادة تدويرها أكثر صعوبة من المواد العضوية. محمد، ما هو البلاستيك؟ صح، ليست نفايات 3200. دليل مصور ومضاعف يا محمد، الأول بهالحلقة، الأول والوحيد بهالجولة من نصيبك. محمد، رصيدك 5600، بما أنه هيدي حلقة مميزة مع مشتركين فايزين قبل، أقل شيء ممكن تجازف فيه هو 200 ريال سعودي، وأكثر شيء هو رصيدك اللي هو بالوقت الحاضر 5600. ركز منيح، الدليل موجه فقط إلك، مش ضروري تضغط على الزر، تعطيني الإجابة خلال 7 ثواني. المبلغ 1000. 1000. بنشاهد الدليل سوية. إعادة تدوير هذه المادة يتطلب 95% أقل طاقة من تنقيب خام البوكسيت واستخراجها منه. ما هو الألومنيوم؟ أكيد، ما هو الألومنيوم؟ إجابة صحيحة من محمد، رصيده صار 6600، بيستاهل زقفة وتشجيع شوي. أنا حاسس فؤاد ومحمد بعد ما دخلوا بجو المنافسة. محمد، اختيار جديد. ليست نفايات 4000. يمكن تحويل النفايات العضوية إلى هذه المادة التي تغني التربة وتساعد في الزراعة. سهيل، ما هو السماد؟ صح، الديناصورات 3200. من أشرس الديناصورات وأكثرها شهرة، اسمه يعني الديناصور الملك، ما هو؟ التيرانوسوروس ريكس أو تي ريكس. سهيل، الديناصورات 4000 ريال. هنالك نظرية تقول بأن سقوط نيزك في هذه الدولة الأمريكية الحالية كان السبب المباشر لانقراض الديناصورات. ما هي المكسيك؟ سهيل، الاختيار الأخير. الفورميولا 1 4000. قتل السائق آيرتون سنة على حلبة سان مارينو في هذه السنة. فؤاد، ما هو العام 1994؟ إجابة صحيحة ودقيقة، برافو فؤاد ومنشجعه، وبيطلع رصيده لل 10400. بذكر المشاهدين أنه المشتركين الثلاثة فايزين معنا قبل بالحلقات التسعة الماضية، بذكر برصيد كل مشترك 20000 برصيدك يا سهيل، أنت بتطلع بالوقت الحاضر. فؤاد رفع رصيده بالدليل الأخير إلى 10400، ومحمد برصيده 6600، ولكن رصيد كل واحد منكم بعده على المحك، لأنه ما زلنا بالبداية، وبعد الفاصل جولة دبل جابرتي بتتضاعف فيها القيمة وبتزيد فيها المنافسة بحلقة المشتركين المتفوقين. ابقوا معنا. عن جديد برحب فيكم مشاهدينا، بعدكم عم بتتابعوا جابردي المحك. محمد، يبدو الدخول الى جو المنافسه تاخر معك. لا، هي الكاتيجوريز بس كانت صعبه عليا شوي. على امل الكاتيجوريز بالجوله الثانيه تكون على ذوقك يا رب. محمد، رصيدك 6600، ما تتاخر، نحن بالبدايه الجوله الثانيه. فؤاد، الدليل الاخير خلصك ورفع لك رصيدك. نعم. بس كمان هيك البدايه شوي بطيئه. هلا ان شاء الله تمشي الامور ان شاء الله. بدها تركيز ان شاء الله والتوقيت بالنسبه للضغط على الزر. فؤاد رصيده 10400 ريال سعودي. سهيل، ما شاء الله عليك، الله يخليك، 20000 برصيدك، بدايه رائعه جيده جدا، راضي عنا؟ الحمد لله، تركيزك عالي. في كاتيجوريز يعني ما ليش فيها مثلا، بس الحمد لله. نتمنى لك كل التوفيق. كمان مره بذكر سهيل برصيده 20000 ريال سعودي. مشاهدينا، وصلنا على جوله دبل جابردي، يعني اصبحت قيمه الدليل مضاعفه. الفئات الست لجولة دبل جابردي هي محميات وأماكن طبيعية في العالم العربي، الأوركسترا، بحيرات من العالم، ليالي الحلمية، الحكم يصفر. هنا الدلائل كلها مصورة، وسوف نرى مشهدا كرويا، والمطلوب قرار الحكم. السبعينيات،
بذكر المشاهدين والمشتركين أنه اسم الفئة هو أيضاً بيحمل دليل إضافي بيساعدكم على معرفة الإجابة، وبهالجولة في دليلين مضاعفين. جاهزين؟ نبدأ هالجولة الثانية مع صاحب أقل رصيد محمد 6600. البداية معك واختيارك. ليالي الحلمية 1600. هي الممثلة التي لعبت دور نازك السلحدار. محمد. من هي صفية العمري؟ صح. ليالي الحلمية 3200. هو العمدة سليمان غانم في الأجزاء الخمسة من المسلسل. فؤاد. من هو صلاح السعدني؟ صح. ليالي الحلمية 4800. هو مؤلف المسلسل. محمد. من هو أسامة أنور عكاشة؟ صح. ليالي الحلمية 6400. لعبت ممثلتان دور زهرة ابنة نازك السلحدار، آثار الحكيم وهذه الممثلة. محمد. من هي إلهام شاهين؟ صح كمان مرة. ليالي الحلمية 8000. بدأ عام 1987 عرض الجزء الأول من المسلسل، وعرض الجزء الخامس والأخير منه في هذا العام. ما هو العام 1995؟ محمد يمكن عارفه بس مش حابب يجازف، قيمة الدليل عالية جدا. محمد بنتابع معك مع اختيار جديد. الحكم يصفر 1600. دليل مصور رح نتابعه سوا على الشاشة. المهاجم يراوغ، يحاول أن يمر من المدافع، لكنه يخسر الكرة إلى خارج الملعب والحكم يصفر. سهيل. ما هي رمية التماس؟ صح. الحكم يصفر 3200. المهاجم ينفذ الركلة، لكنه يضيع والحكم يصفر. محمد. ما هي ضربة المرمى؟ صح. الحكم يصفر 4800. المهاجم يحاول أن يمرر الكرة، لكن المدافع يوقفها بطريقة غير قانونية والحكم يصفر. سهيل. ما هو الفاول هاندبول؟ لمسة اليد. ما هي لمسة اليد؟ إجابتك صحيحة، وكان فيك تجاوب كمان ما هي الضربة الحرة. ضربة. إجابتك صحيحة، ودقيقة شفت أنه الطابة دقت بإيده للاعب. سهيل منتابع معك، اختيار جديد. الحكم يصفر 6400. الكرة في منتصف الميدان مع لاعب خط الوسط، والحكم يصفر 3 مرات. سهيل. ما هي صافرة انتهاء المباراة؟ أو انتهاء الشوط. إجابتك صحيحة سهيل. الحكم يصفر 8000. الفريق الأول يهاجم، والكرة تجتاز بكاملها خط المرمى، ويكون مدافع الفريق الثاني آخر من لمسها، والحكم يصفر. محمد. ما هي الضربة الركنية؟ صح، أو ضربة الزاوية أو الكورنر. محمد بنتابع معك اختيار جديد. بحيرات من العالم 1600. الدليل المضاعف من نصيبك يا محمد. عم يبتسم محمد، رصيده 30600. بداية الجولة الثانية لا بأس فيها منك يا محمد، كنت بالمركز الثالث وأنت هلأ يعني ورا لسهيل، قريب منه جدا. ما هو المبلغ اللي حابب تجازف فيه؟ 2000. 2000. الدليل. هذه البحيرة الملقبة بلؤلؤة سيبيريا هي أعمق بحيرة في العالم، ويبلغ أقصى عمق فيها 1637 مترا. ما هي بحيرة بيكل؟ صح. ما هي بحيرة بيكل أو بايكال؟ أنا بقول يا ريت جازفت بأكثر. لا ينفع الندم. 32600 برصيدك. محمد بتتابع. بحيرات من العالم 3200. هذه البحيرة التي تتقاسمها كينيا وأوغندا وتنزانيا هي الأكبر من حيث المساحة في أفريقيا. سهيل. ما هي بحيرة فيكتوريا؟ أكيد. بحيرات من العالم 4800. تبلغ مساحة هذه البحيرة 17700 كيلومتر مربع، وهي الأكبر في أوروبا والثانية في روسيا. ما هي بحيرة لادوغا؟ ذكر برصيد المشتركين
نحن بمنتصف الطريق تقريبا بهالجولة الثانية. سهيل بالطليعة 36,000 برصيده، 32,600 مع محمد وفؤاد، ناطرينك ترجع لجول المنافسة. 13,600 سهيل بتتابع. سبعينيات 1600. ولادة أول طفل أنبوب، تونس تشارك بكأس العالم لأول مرة، وولادة محمد أبو تريكة. سهيل، ما هو العام 1978؟ صح. السبعينيات 3200. حرب أكتوبر، أول اتصال هاتفي خليوي، ووفاة بروس لي. فؤاد، ما هو العام 1973؟ صح، إجابة صحيحة منك يا فؤاد، برافو. منتابع معك فؤاد. سبعينيات 8000. صدور أول فيلم من أفلام حرب النجوم، استقلال جيبوتي، وجيمي كارتر يصبح رئيساً للولايات المتحدة. فؤاد، ما هو العام 1977؟ صح، برافو فؤاد. كمان جمهور بشجع. 24,800، منتابع معك فؤاد. سبعينيات 6,400. سقوط سايغون، استقلال جزر القمر عن فرنسا، وتسلق أول امرأة للأفرست. سهيل، ما هو العام 1975؟ إجابة صحيحة منك يا سهيل، ومنتابع معك مع اختيار جديد. وزقفة كمان لسهيل يلي قفز رصيده ال 40,000 وصار معه 44,000. السبعينيات 4,800. من نصيبك هالدليل المضاعف الثاني يا سهيل، عليك تختار قيمة ما بين 200 ريال سعودي طبعا و 44,000 ريال سعودي. 4,000 ريال. الدليل. استقلال قطر، وحدة الإمارات، وافتتاح السد العالي. ما هو العام 1971؟ إجابة صحيحة منك يا سهيل، وبستاهل زحفة. وسهيل بيرفع رصيده ل 48,000، تذكر برصيد محمد 32,600، فؤاد 24,800، سهيل منتابع معك. محميات وأماكن طبيعية في العالم العربي 3,200. جزيرة في إمارة أبو ظبي تتميز بالشعاب المرجانية والحشائش البحرية النادرة وأشجار القرم، تأهلت لنهائيات مسابقة عجائب العالم السبع الطبيعية. ما هي جزيرة بوطينة؟ سهيل عم بحاول يتذكر، بعرف شعارها السلحفاة بس مش متذكر. ركز يا سهيل، اختيار جديد. محميات وأماكن طبيعية في العالم العربي 4,800. تنافست هذه المغارة اللبنانية التي نحتتها الطبيعة لتكون ضمن عجائب العالم السبع الطبيعية. سهيل، ما هي مغارة جعيتا؟ صح. سهيل منتابع معك، واختيار جديد. محميات وأماكن طبيعية في العالم العربي 6,400. تقع محمية الأزرق في هذه الدولة العربية، وهي سميت بهذا الاسم نسبة إلى واحة الأزرق فيها، وتغطيها البرك، المستنقعات، والنباتات المائية. سهيل، ما هي المملكة الأردنية الهاشمية؟ صح. نتابع مع سهيل. محميات وأماكن طبيعية في العالم العربي 8,000. جدة الحراسيس هي أول محمية طبيعية في سلطنة عمان، هدفت إلى الحفاظ على هذا الحيوان العربي الذي كان مهدداً بالانقراض. سهيل، ما هو غزال المها؟ صح، ما هو المها العربي؟ إجابة صحيحة من سهيل. فؤاد ومحمد وينكم؟ وينكم؟ تركيز. سهيل، محميات وأماكن طبيعية في العالم العربي 1,600. محمية طبيعية جنوب سيناء قرب شرم الشيخ تتميز بالشواطئ المرجانية، الأسماك الملونة، والسلاحف البحرية المهددة بالانقراض. محمد، ما هي رأس محمد؟ صح، برافو محمد. نتابع معك، اختيارك. بحيرات من العالم 6,400. هذه البحيرة التي تتقاسمها بوليفيا وبيرو هي أعلى بحيرة عن سطح البحر يمكن الإبحار فيها. سهيل، ما هي بحيرة تيتيكاكا؟ صح، تيتيكاكا. وسهيل بتابع، والجمهور بزحف. بحيرات من العالم العربي 8,000. تتقاسم هاتان الدولتان الأوروبيتان بحيرة ليمان المعروفة ببحيرة جنيفا. سهيل، ما هي فرنسا وسويسرا؟ صح، كمان مرة إجابة صحيحة. سهيل بتابع. الأوركسترا 1,600.
نرى في هذه الصورة أفرادا من الأوركسترا يعزفون على آلات من هذه المجموعة. ما هي الآلات الإيقاعية؟ سهيل؟ الأوركسترا 3200. هذه العائلة من الآلات تشكل دائما العدد الأكبر ضمن أي أوركسترا. محمد، ما هي الآلات الوترية؟ صح يا محمد، إجابة صحيحة. أوركسترا 3800. في حال عدم وجود قائد أوركسترا يحل محله العازف على هذه الآلة. سهيل، ما هي آلة الكمان؟ صح، صح يا سهيل. الأوركسترا 6400. مايسترو مصري معروف قاد فرقته الموسيقية بحفل الفنانة وردة ضمن مهرجان الإسكندرية الدولي السادس للموسيقى والغناء. من هو خالد فؤاد؟ سهيل؟ الأوركسترا 8000 ريال. هي جنسية هربرت فون كاريان، أحد أهم قادة الأوركسترا في القرن العشرين. ما هي الجنسية النمساوية؟ هذا كان الدليل الأخير. منذكر المشاهدين برصيد المشتركين. سهيل بالطليعة وعم بحلق طبعاً. سهيل برصيده 86400 ريال سعودي، 37400 معك يا محمد، وفؤاد برصيده 24800. المنافسة عم بتزيد، نتأمل تزيد كمان وتتضاعف قيمة الربح بعد الفاصل، لأنه رح نتابع حلقتنا مع المشتركين البارعين وتريبل جيبردي. ابقوا معنا مشاهدينا. مجدداً برحب فيكم مشاهدي الام بي سي بجابردي المحك. بداية رح ذكر برصيد كل مشترك. سهيل بالطليعة 86400، محمد 37400، وفؤاد 24800 ريال سعودي. هالنتيجة ممكن تتغير بسرعة لأنه نحن بجولة تريبل جابردي، وهون بالأخص بتوجه إلى فؤاد ومحمد يشدوا حالهم. قيمة الدليل صارت ضعفي القيمة الأساسية، يعني هيدي فرصتكم الذهبية لترفعوا رصيدكم، والفئات أصبحت 4 بدل 6. وهي حوالي 2000، نبحث هنا عن أحداث وقعت في عامي 99 والألفين. طاقات، وهنا الدلائل كلها مصورة. قادة عسكريون مشهورون وغرين بيس. وبهالجولة لدينا أيضا دليلين مضاعفين، حاولوا تستفيدوا منهم. جاهزين؟ البداية رح تكون مع صاحب أقل رصيد وهو فؤاد، رصيده 24800، حتى نسمح له يجاري رصيد المشتركين محمد وسهيل. فؤاد البداية معك. قادة عسكريون مشهورون 4800. فتح هذا القائد الأموي الأندلس وقاد أول الجيوش الإسلامية التي دخلت شبه جزيرة أيبيريا، يحمل اسمه جبل جنوب إسبانيا. سهيل، من هو طارق بن زياد؟ صح. قادة عسكريون مشهورون 7200. قاد زيادة الله بن إبراهيم أسد بن الفرات أسطولاً وفتح هذه الجزيرة التابعة حالياً لإيطاليا سنة 212 هجري. محمد، ما هي صقلية؟ صح. قادة عسكريون 2400. كان يعتبر هذا القائد أحد أمهر القادة في حرب الصحراء، لذلك عرف بلقب ثعلب الصحراء. محمد، من هو رومل؟ أكيد، من هو رومل؟ محمد منتابع. قادة عسكريون 9600. مفاجأة محمد. الدليل المضاعف الأول بهالجولة الثالثة، تذكروا نحن بالجولة الثالثة ما قبل الأخيرة. محمد عليك تجازف. القيمة اللي حابب تجازف فيها ما فيها تكون أقل من 200 ولا أكثر من 47000 ريال سعودي. فكر منيح وأعطيني القيمة اللي حابب تجازف فيها. 5000. كل هالمقدمة و5000. الدليل
برز اسم الجنرال الأمريكي جورج باتون خلال هذه الحرب؟ الحرب العالمية الأولى؟ ما هي الحرب العالمية الأولى؟ خطأ. ما هي الحرب العالمية الثانية؟ كان المفروض يكون عندك الإجابة، للأسف خسرت ال 5000 ومتابع معك مع اختيار جديد. خضع عسكريون 12000. عندما هزم الجيش العثماني في القدس عام 1917 ترجل هذا القائد البريطاني الشهير عن حصانه ودخل المدينة سيرا على الأقدام احتراما لها. سهيل، من هو اللمبي؟ صح، من هو إدموند اللمبي؟ الجمهور عم يزقف لأنه هذا رقم أول مرة بنشوفه. 103200. سهيل، حوالي 2400. في 26 مارس 2000 انتخب هذا الشخص رئيساً لروسيا. سهيل، من هو فلاديمير بوتين؟ صح، من هو فلاديمير بوتين؟ سهيل، حوالي 2000 4800. شهد العام 1999 وفاة ملكين عربيين، الملك حسين في فبراير وهذا الملك في يوليو. سهيل، من هو الملك الحسن الثاني؟ صح، حوالي 2000 7200. سهيل، حب ذكرك برصيدك؟ عارف. 110400 ريال سعودي. سهيل، فرصتك لتضاعف هالرصيد. ممكن ضعف حسب إذا حابب تضاعفه ولا لا. مهم إنه تجازف وتعطينا القيمة اللي حابب تجازف فيها، مش أقل من 200 ريال سعودي، مش أكثر من 110400 ريال سعودي. 10400. الدليل. في 16 يوليو 1999 توفي ابن هذا الرئيس الأمريكي الأسبق في حادث تحطم طائرته الخاصة، وكانت ترافقه زوجته وشقيقتها. من هو جون كينيدي؟ صح، وزقفة كبيرة لكم. من هو جون كينيدي؟ بيرفع لك رصيدك، الجواب طبعاً، ل 120800 ريال سعودي. سهيل، حوالي 2000 9600. في 25 يوليو 2000 أدى تحطم طائرة فرنسية من هذا النوع على فندق بعيدة إقلاعها بدقائق إلى مقتل 113 شخصاً. فؤاد، ما هي الكونكورد؟ أكيد، ما هي الكونكورد؟ صح. فؤاد، رجع لعنا، رجع. عندك فرصة بعد يا فؤاد. حوالي 2000 12000. فاز كيم داي جونغ رئيس هذه الدولة بجائزة نوبل للسلام في نهاية العام 2000. فؤاد، ما هي كوريا الجنوبية؟ صح يا فؤاد، ومنتابع معك، اختيار جديد، برافو فؤاد. طاقات 2400. دليل مصور، رح نتابعه سوا على الشاشة. ينتج هذا الوقود بنزع المياه من مواد نباتية عبر الحرق على طريقة المردومة. ما هو الوقود الحيوي؟ خطأ. ما هو الفحم؟ فؤاد، نتابع معك، اختيار جديد. طاقات 12000. تبنى السدود لإنتاج هذا النوع من الطاقة. سهيل، ما هي الطاقة الكهربائية؟ خطأ. ما هي الطاقة الكهرومائية؟ بتولد كهرباء أكيد، ولكن الطاقة كهرومائية. نتابع مع فؤاد. طاقات 9600. عندما يستخدم هذا الخشب المجفف كوقود يتم استهلاك الطاقة المخزنة داخل الخشب. فؤاد، ما هو الحطب؟ صح، ما هو الحطب؟ نتابع. طاقات 7200. تصنع الألواح الضوئية التي تحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية من هذه المادة التي تستخدم أيضاً في عزل المياه وعملية التجميل. محمد، ما هو السيليكون؟ صح، محمد. كمان جمهور بده يحمس محمد وفؤاد. محمد، اختيار جديد. طاقات 4800. استخدم الإنسان هذا المصدر للطاقة في الإبحار والزراعة، لكن استخدامه لإنتاج الكهرباء ما زال قليلاً. سهيل، ما هي طاقة الرياح؟ صح، ما هي الرياح؟ وسهيل بتابع. جرين بيس 2400.
أنشئت منظمة جرين بيس في كندا في هذا العقد من القرن العشرين؟ ما هي السبعينيات؟ سهيل؟ جرين بيس 4800. عام 1985 قامت المخابرات الفرنسية بتفجير أحد مراكب المنظمة في هذه الدولة. ما هي نيوزيلندا؟ سهيل؟ جرين بيس 12000 ريال. هو من جنوب أفريقيا والمدير التنفيذي لمنظمة جرين بيس. من هو كومي نايدو؟ سهيل؟ جرين بيس 7200. تقع الهيئة الدولية للمنظمة في هذه العاصمة الأوروبية. فؤاد؟ ما هي باريس؟ خطأ. ما هي أمستردام؟ سهيل، الاختيار الأخير. جرين بيس 9600. أول عملية قامت بها المنظمة كانت معارضة إجراء الولايات المتحدة لتجربة نووية في هذه الولاية الأمريكية. فؤاد؟ ما هي نيفادا؟ خطأ. ما هي ولاية ألاسكا؟ هذا الدليل الأخير. مشاهدينا، خلينا نشوف رصيد المشتركين بالطليعة بعده. سهيل رصيده ارتفع لل 113600 ريال سعودي، محمد 49200، وفؤاد برصيده 36800 ريال سعودي. مشاهدينا، ما تفوتوا عليكم الفاينل جابردي، لأن جولة التفوق والحسم. خليكم معنا. وصلنا مشاهدينا للفاينل جابردي، وهي الجولة الأخيرة والحاسمة. وبذكر أنه بآخر هالجولة المشترك صاحب أكبر رصيد هو الفايز معنا اليوم. بهالجولة في فئة واحدة ودليل واحد فقط، ورح نعطيكم فقط اسم الفئة وعليكم تقرروا قيمة المبلغ اللي حابين تجاسفوا فيه، وطبعا قبل ما نكشف الدليل. الفئة بهالجولة هي نزار قباني. رح أطلب من المشتركين الثلاثة يتفضلوا يكتبوا على اللوح أمامهم القيمة اللي حابين يجاسفوا فيها، مع العلم أنه سهيل برصيده 113600 ريال سعودي، محمد برصيده 49200، وفؤاد برصيده 36800. بذكر المشتركين الثلاثة أنه معكم 30 ثانية لكتابة الإجابة، وما تنسوا صيغة السؤال. الدليل: كان هذا الديوان الشهير باكورة أعمال نزار قباني، وقد طبعه على نفقته الخاصة. 30 ثانية تطوي. انتهى الوقت، صار وقت نعرف ونكشف عن إجابات المشتركين. رح نبدأ مع فؤاد. شو كانت إجابتك؟ الصراحة راح عن بالي، اختفى من ذاكرتي نهائيا. بعتبرني ما جاوبتش، يعني ما كتبت شيء. ما هو؟ ما هو أوراق كاتب أنا، بس أنا رايح الإجابة من بالي نهائي. ما هو أوراق؟ ننتقل لعند محمد ناخذ إجابته. ما هو ديوان قارة الياس السمراء؟ ننتقل عند سهيل. ما لحقت اكمل، بس كنت بدي اكتب ما هو ديوان لوليتا، بس ما لحقت اكمل. ديوان لوليتا؟ ما لحقت اكمل بس. طيب. الوحيد اللي عنده اجابه صحيحه هو طبعا محمد. ما هو قالت لي السمراء، او ديوان قالت لي السمراء، بيستاهل زقفه عليها، ولكن زقفه بس على الاجابه. هلا بدنا نشوف قيمه كل مشترك اللي جازف فيها. رح نبدا مع فؤاد. أنا طبعاً من باب إنه الغريق لا يخشى من البلل، فجازفت بكل المبلغ ونبليت برضو. كل المبلغ ونبليت. 36800. ننتقل لعند صاحب الإجابة الصحيحة محمد. ما هو المبلغ اللي جازفت فيه؟ أنا كنت غريق بشكو. 49000.
49,000 وجابتك صحيحة. خلينا ننتقل لعند صاحب الطليعة بالوقت الحاضر ونشوف المبلغ اللي جازف فيه. 12,000 ريال. سهيل جازف ب 12,000. كان حذر كثير سهيل، بدر سيف سهيل، بس طلع نزار القباني يمكن حاول يكون حذر. 12,000 بنشوف على شاشة قدامنا ما هو مبلغ كل مشترك، بما انه بس محمد عنده إجابة صحيحة. صفر برصيدك يا فؤاد، محمد برصيده 98,200 والفايز معنا بفرق بسيط جدا عنك يا محمد هو سهيل، وبرافو سهيل. 100,600 ريال سعودي بنزقف له كثير لسهيل، وطبعا لفؤاد، لمحمد ولفؤاد كمان. اعطونا على اعصابنا لانه عمليه حسابيه. محمد كيف حسيت لما قلت لك الاجابه صحيحه؟ فكرت في امل؟ لا انا كنت مدرك سهيل حيعمل ايه بالضبط. عارفه انه حذر يعني. كنت عارف مبلغ، انا قلت من 12 ل 13,000. كيف كانت هالمسابقه عليك يا محمد؟ هي طبعا كانت فرصه جميله، بس طبعا كان في كاتيجوريز صعب عليا شويه، وسهيل كان هايل بصراحه. بنشكرك يا محمد على وجودك معنا، وبذكر كمان مره يعني اذا في مرتبه ثانيه انت بالمرتبه الثانيه 98,200. رح ننتقل لعند فؤاد ونساله كمان كيف كانت هالمسابقه، مع العلم انه فؤاد حسيتك يعني النمط هيك خف خاصه بالجوله الثانيه والثالثه. هلا اول شيء مبروك لسهيل طبعا، لانه ما شاء الله عليه. والشيء الثاني انا كنت اليوم مش كثير صحبه مع الكبسه هاي، فبدي اقطعها واروحها معي. التايمينج والتوقيت ما كان ظابط معك، يظهر هيك. الدلائل او يعني الصراحه اغلب الاسئله كنت عارفها، بس للاسف يعني هي الحظ ما ساعد. الحمد لله. كمان مرة بنشكرك يا فؤاد على وجودك معنا وعلى هالمشاركة بهالحلقة المميزة. رح ننتقل عند سهيل الفايز معنا. سهيل 100,600 مبسوط فيهم؟ الحمد لله كويسين الحمد لله. كيف كانت الجولات الأولى الثانية الثالثة وحتى الأخيرة؟ الجولة الأولى كان يعني في كاتيجوريز أنا ما لي فيها، الفورمولا 1 ما كان ليش فيها أي شيء، الكاتيجوري تبعت الديناصورات نفس الشيء، جرين بيس، بس الحمد لله يعني الأمور كويسة. أنا لما طلعت لي نزار قباني لو اسم قصائد كان ممكن يكون اسهل، بس اول ديوان لا يعني. فانا كنت نضمن الفوز ونراهن المبلغ ما حدش بيقدر يلحق، وهيك صار وضمنته يعني، بس بفارق بسيط جدا يعني ما بيتعدى 3,000 ريال. انا كنت بدي اعمل 13,600 بالضبط عشان توقف على 100,000، انا قلت 13 رقم شؤم، عملت 12,000. 100,600. انا دائما بسال شو حابب تعمل بهالمبلغ، وبما انه المبلغ حرزان واول مره نقطع على 100,000، حابب اسالك السؤال. والله ما انا عارف، بس يعني في كثير كوميتمنتس علي، في بحياتي كثير شغلات، فاكيد راح يروحوا يعني. نتمنى لك كل التوفيق، وكمان بنشكرك. اذا حابب كلمه اخيره حابب. لا يسلموا ايديكم، كانت يعني مسابقه كثير حلوه، وكانت يعني فيها منافسه شديده، ومحمد وفؤاد مش قليلين ابدا يعني، بالعكس كانت، بس ربنا يسر في الكاتيجوريز. بالفعل كانت حلقه حلوه كثير ومميزه ومثيره. بشكركم كمان مره فؤاد محمد وسهيل. مشاهدينا انتهت حلقة اليوم من جابردي المحك. الرابح معنا هو سهيل يلي تميز بمعلوماته. لاقونا بالحلقة المقبلة مع 3 مشتركين جدد، 4 جولات، 81 دليل و81 سؤال. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.